مرحبا، معكم منال العالم. اليوم حعملكم وصفة ساندويش كتير كتير طيبة. حنستعمل جبنة جودة من فريكو، ولكن بطريقة كتير مبتكرة، الكبار والصغار حيحبوها. خلينا نشوف سوا الخطوات. المكونات: شرائح جبن جودة من فريكو، خبز صمون، فلفل أصفر حلو، فلفل أخضر حلو، فلفل أحمر حلو، شرائح زيتون أسود. أعزائي، وصفة سندويشات جبن جودة المذاب وصفة كتير سهلة، وبثواني بتقدروا تجهزوها وتستمتعوا بأطيب سندويش. هحتاج خبز صمون، الوصفة كتير بسيطة. هحتاج سكين منشرية، وأبتدي أقطع سطح الساندويش بهذا الشكل. بيكون عندي تجويف بهذه الطريقة، ونقطع ساندويش تاني. ممكن أخلي الساندويشات في طبق التقديم وأشوف خطوتي التالية. أعزائي، هلأ بنجهز الفليفلة. ممكن أختار أي لون فليفلة أنا بحبه أو الأطفال بحبوه، وتبقى فرصة كتير حلوة لو نسألهم هم شو بحبوا، تبقى نعمل ساندويش على مزاجهم. أنا مش هحتاج كمية كبيرة من الفليفلة، مجرد أني هقطعها بهذا الشكل، وبعد هيك هقطعها إلى مكعبات صغيرة. وبنفس الطريقة باخد الفليفلة الصفرة، برضو هاخد كمية بسيطة وأقطعها إلى مكعبات صغيرة، والفليفلة الخضراء. جهزنا الفليفلة ونشوف خطوتنا التالية. هستعمل جبن جودة فريكو شرائح ونشوف طريقة تسييحه. من الأفضل أني أستعمل مقلاي بهذا الشكل. بحط شرائح الجبن وأبتدي أسخنها على نار متوسطة، وأنتظر لثواني بسيطة لغاية ما تدوب. هنشوف هلأ شكلها. ببتدي أحرك الجبن جودة بهدوء لغاية ما دوب عندي على الآخر. وحتلاحظوا مجرد ما تبدأ تسيح الجبنة الجودة حتبقى ريحتها رائعة. يبقى هيك عندي صارت جاهزة، يعني بقدر أحطها بالساندويشة. الجبنة جودة أصبحت عندي سايحة وجاهزة. شوفوا ما أجملها، في منتهى السهولة بقدر أسيحها بهذا الشكل. نملأ الساندويش ونبتدي نملأ الساندويش الثاني بنفس الطريقة. ببتدي أوزع شوية فليفلة على الساندويش. عندي الفليفلة الخضراء الحمراء، زي ما قلنا خلوا الأطفال هم نفسهم يختاروا شو اللي بيحبوه، وممكن هم يقوموا بتوزيع الفليفلة. وإذا حبينا كمان فينا نحط شوية زيتون أسود أو زيتون أخضر. أعزائي، ساندويش الجبنة جودة المذابة زي ما قلت لكم من أطيب السندويشات، سهل جدا تجهزوها وتنوعوا في التوبينج اللي أنتم بدكم إياه ولأطفالكم برضو بيحبوه. أرجو أنكم تجربوها وتستمتعوا بطعمها وتقضوا أحلى لحظات حلوة مع سندويشات جودة من فريكو ومنال العالم.